رسالة يسلمها أحد أبناء الشيخ خليفة إلى السلطان محمد الخامس حميد الإسلام، زيارته المعروفة في محمد الإسلام. هذه الرسالة يقول فيها إحنا غلبنا على أمرنا، لكن ما في حاجة تفضل. الشيخ عبد الهيب في 1912 مع جميع القبائل الجنوب من نهر السنغال للحوضين الأدرار التجمد مرورا بالصحراء وهد الذهب والساخية الحمراء إلى سوس وسكان أحواز مراكش ناضوا هم ناس اللي جاوا وديك الساعة ما كانت وسائل النقل موجودة، ما كانوا السيارات ولا الطائرات، جاينا ندواب ما يمكن الإنسان واحد وأحرام الآلاف يجوا على ظهور الخيل والإبل قاطعين آلاف الكيلومترات والزاد ضعيف بالحالة حالة الله ذاك الزمن ويجوا رافدين أرواحهم على كفهم من أجل الناس يموتوا في معركة سيدي عثمان في مراكش، سيدي عثمان في مراكش لولا إيمانهم وشعورهم إيمانهم القوي الذي لا يعلمه إلا إيمان بالله لأنهم ينتمون إلى هذا البلد ولأن هذا البلد البلد في ذلك الوقت تعرض لغزوة صليبية، كما الصليبية الأرض لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، غزوة صليبية استعمارية جاي تخدمهم لو أنهم هم ما عندهم إيمان ماشي قناعة إيمان بانتمائهم لهذا البلد ما كانوا جاوب الآلاف من فم 1912 أنتم تعرفوا شتيان وسائل النقل ووسائل المواصلات معدومة ما كانش واستمروا من 1912 في مقاومة الفرنسيين حتى 1934 في كرتوس مع الكتيغمي مع الكيدوغريطي في دوري في أكلو في ديزنيت في وجان، هذه المعارك الهامة في الحقيقة مجهولة لدى الغالبية من الشعب المغربي مجهولة، بعض الأساتذة الجامعيين وبعض الباحثين اطلعنا عليها شيء أخبار ولكن مجهولة وما زالت الآن ما شرط نصيبها وحظها من البحث والتدقيق والتصوير، لأن هناك أرشيفات في فرنسا وأرشيفات في إسبانيا وأرشيفات مشتت تحت السنغال، أرشيف الوطن السنغالي حامل الوثائق المغربية اللي ما زالت ما شرط حد يجيبها، واسترجاع الوثائق من إسبانيا ومن فرنسا ما عرفنا ما زال ما عرفناش النتيجة ديالو. على كل حال سيكولوجيا يلزم أن يعرفوها باش تكون البرامج والتخطيطات والمسائل تجد في تجد محلها وتكون يعني قادره في الناس اللي قدام يطول عمرك لانك قاعد تداري وانه انا نعرف وحدين في الاسبوع ما كان دير المسرح حتى كيشحف ويسخف ومسمومين الجبال كيسبوا والله العظيم ودي نجي ثاني يعني تاخذ تعبينا وانا هون ما تولي ثلاثه ولا اربعه ما عندي ما نعطيهم فشوي المشكل هو خاص احنا والله هذا الأطر اللي كان يمثلون في الخارج خاصهم عارفين هذا البلاد مش وكذلك في الجنوب يعتبروا عارفين شنو كاين في الشمال منين تجي تشوف شوف كاين زمان الشيخ ملعيمين في فاس انا جيت في 2008 لفاس وقلت للمودي بغيت نزور الزاويه ما عارفينهاش رئيس المجلس البلدي ديك الساعه كان شباط كان رئيس المجلس البلدي لفاس ما عارفهاش كاين زاويه ديال الشيخ ملعيمين نفسها راجل واحد فوجدة في الناظور اللي أنصار كاين زاوية في مراكش زاوية في السلام في باب حسين تحولت المدرسة تيزنيت ضريعة تمك اش غادي نقول لك هذا الراجل اللي هو واحد هو راجل واحد وعنده هذه الزوايا كاملة في الشمال ما نتكلمش عن الجنوب عنده هذه إذا الناس اللي توفوا خرجنا القبور واحد اسبانيولي برهن على وحدة المغرب شمال وجنوب من خلال القبور هذا الشيء ما يجيش معنا مجنون قال لك هذا الشيخ حسن بن الشيخ ملعين مدفون في فاس هذا ولي ادريس ومحمد والعتيق محمد فاضل الدين احد ابطال معركه الداخله في 1885 مدفون في فاس كان في طريقه للحج الشيخ محمد العاقل بن ميابة عالم كبير وعبد العبد من
بتفلفز مراكش مدفونين في أربعة من بناء الشيخ ملعين في القرن الماضي، في القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. تيزنيت مدفون فيها هو نفسه، هو مشاب هذه مع القرون، تم ماشيهم حتى وصل السنغال. قال قبل الشيخ طاب الخير ابن الشيخ ملعين، كلهم ناسهم. دخل كذلك في القبائل. أنتم الآن إذا شفتوا القبائل، القبائل الصحراء شنو هي؟ ولاد ليم الكيبات، العروسيين، ولاد إدلالي، ولاد ليم. هذه ما فيهم وحدة، وراكم تريدوا تتحدوا أي واحد، يقول لك عم كان قبيلة ما هي امتداد فرع فروع من هذول. سيدي قاسم فيها ولاد ليم فيها الكيبات. الصويرة فيها ولاد إدلالي في الكيبات العروسيين. سيدي يحيى الغرب في العروسيين. هذا اللي شفت أنا، اللي عينت أنا الحين. مراكش خلاص، سوس خلاص. إذا هذه الخصوص، وكانت إسبانيا كانت دارت واحد النجمة، غادي نطول عليكم سبحان الله.